وفاة الممثلة الأمريكية أولمبيا دوكاكيس الحائزة على جائزة أوسكار عن عمر ناهز 89 عاما. توفيت الممثلة الأمريكية أولمبيا دوكاكيس في نيويورك يوم السبت عن عمر ناهز 89 عاما. وقالت إليسون ليفي وكيلة أعمالها أن دوكاكيس توفيت في منزلها في مدينة نيويورك صباح السبت بعد تدهور صحتها على مدى الشهور الماضية، وكانت ابنتها كريستينا زوريش بجانبها. وكانت دوكاكيس قد فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في الفيلم الكوميدي الرومانسي مونستريك مجذوبة القمر عام 1987 كأم ساخرة في منتصف العمر تقدم نصائح لابنتها القوية في مسائل الحب. وولدت دوكاكيس لأبوين مهاجرين من اليونان، وأدت العديد من الأدوار في المسرح والتلفزيون والسينما قبل أن تتطرق إلى عالم الشهرة في سن 56 من خلال دورها في فيلم مونستريك.